بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله، قد استمعنا لهذا الكم الكبير مئات سورة الروم، والتي بدأت بالحديث عن وصف أهل الفطرة السليمة، كما قال تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكون من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، إلى آخر الآيات. والحقيقة هذا الأمر يحتاج منا لوقفة. الرب ذكر هنا الفطرة ثم عرج على مجموعة كبيرة من الأخلاق التي يتخلق بها أصحاب الفطرة السليمة. ففطرة الإنسان رب العباد سواها على عينه، وكلمة الفطرة سماها ربنا في الآية خلق، فقال: فطرة الله التي فطر الناس عليه. فطر أي خلق. وعلى فكرة من الأخطاء الشائعة يقول: أنت صائم ولا فاطر؟ لا يقال فاطر، فاطر يعني خالق، فاطر السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض، فطر خلق، واسم المعنى منها فاطر. لكن يقال في الأخرى: أفطر يفطر فهو مفطر. يبقى الإفطار من صيام فعل رباعي، فيقال في اسم الفاعل منه مفطر مش فاطر. دي من الأخطاء الشائعة، بس يعني جاءت بالقدر مع الكلام. لما يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها، ما الفطرة؟ احنا بينا في لقاء سابق أن الله أوجد فينا قوة داخل الصدر، خمسة قوة: غير القلب والذي فيه سر الروح، ده الملك المتحكم في الكل، لكن مع هذا الملك خمسة قوة داخل الصدر: النفس، البال، الفطرة، العاطفة، الهوى. ايه هي الخمسة دي؟ كل دي قوة موجودة في صدور الخلق، لا يعلم علمها إلا الله، في حقنا غيب. رغم مرور قرون على خلق البشرية، ما زال ما في الصدور من هذه القوة الحقيقية والتي نجهلها، ما زلنا صفر لدينا منها. ومن أعظم منن الله علينا في كتابه أن عرفنا به، بل لم يكتفي بتعريفنا، علمنا كيف نتعامل معه وكيف نرتقي بها، ووضع لها شرائع وضوابط شرعية، بل أقول ما هو أشد، عالج كل أمراضها وارتقى بكل طاقاتها. والله يا أخواني، هذا موضوع من أخطر الموضوعات، ولو علمت أمة المسلمين حقيقة ما عندها في هذا العلم لسبقت به الأمم ولا فاخرت به الأمم. احنا بنفاخر الأمم دلوقتي في الرأس والغناء، وعندنا ما لا سبيل للأمم للوصول إليه أصلا. يا إخواني، هذا الجزء
علم من علم الله في حقنا غيب، ولولا أن الله علمنا إياه ما علمنا. من أين تتعلمه البشرية؟ لا سبيل إلى الوحي. وإذا كان الوحي عندنا واحتكرناه ومنعنا عنه، كيف يصلهم؟ غياب الإسلام عن المسلمين خسارة كبيرة على العالم أجمع، بل على العالمين. موضوع في منتهى 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 الخطورة، والناس عنه في غفلة، وغفلة قاتلة. هذه القوى الخمسة ما منها قوة إلا الرب تكلم عليها في القرآن نصا. القلب تحدثنا عنه في اللقاءات السابقة، وبين أن ده سر تكريم الإنسان، أليس كذلك؟ طيب، وبين أثر خطورته، وكيف أنه المخلوق الوحيد الذي لا حد ولا نهاية لطاقته، تزداد قواه بالطاعات وتنقص بالمعاصي. فاكرين ونسيته؟ ها؟ لا أتحدث أنا عن القلب، أنا أتحدث عن القوى الموجودة مع القلب. النفس، وكلكم يعني تتحدث عن النفس، والبشر تتحدث عن النفس. النفس في القرآن إذا ذكرت فلها استعمالان، قد تستعمل على حقيقة النفس الموجودة في الصدر، وقد يطلق اسم النفس على الإنسان كله، على الذات. فالنفس قد تستخدم في مواطن في القرآن بمعنى الذات، لما يقول نبي الله عيسى لربه: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. لا يعني بالنفس عند الله ذات شيء، لكن يعني الذات. فالنفس قد تطلق على الذات. ولما يقول تعالى: الله يتوفى الأنفس، يقصد كل الإنسان بحاله، ما يقصدش النفس بعينها كقوة موجودة في الصدر. فقد تطلق النفس على الذات، وقد تطلق على قوة موجودة داخل الصدر، والرب أقسم عليها في أطول قسم: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، إلى آخر القسم. ختمه بهاتين الآيتين، قال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ثم جعل جواب كل هذه الأقسام: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن في سبيل التزكية يقينا، وفيه وسائل أخرى تنسفل تنسفل بها. وإذا انسفلت النفس أثرت في القلب وأفسدته، وإذا زكت النفس أثرت في القلب وارتفعت بطاقاته وقواه. لازم نفهم هذا. ولذلك رب العباد قسم النفوس في القرآن: نفس أمارة بالسوء، ولما يقول أمارة غير آمرة، أمارة صيغة مبالغة في اللغة على وزن فعال. أمارة بالسوء يعني كثيرة الأمر بالسوء، أمرها بالسوء شديد جدا مش قليل. وهذه نفس، نفس سمها لوامة: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. ونفس سمها مطمئنة: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ودعانا في مواطن أن نزكيها، وفي مواطن نتوقف عن تزكيتها، بل يحظر عن تزكيتها. ففي تزكية محمودة في حقها، وفي تزكية مذمومة. التزكية المذمومة مصيرها التنسية: وقد خاب من دساها. ولذلك تجد مرة يأمرنا بالتزكية، ومرة نهينا عن التزكية. طب هو يأمر بالشيء وأنا به؟ تعالى الله عن أن يناقض ذاته، يستحيل. التزكية التي أمر بها غير التي نهى عنها. لما يقول قد أفلح من زكاها، يبقى أمر بالتزكية وما أمرش؟ أمر. لكن لما يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، نهى.
وفي أخرى يقول ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلة انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبين. فعد هذه التزكية تزكية مسموم. إيه الفرق بين دي ودي؟ إن زكاها بمعنى نمى قوى الخير فيها ونمى جانب الخير فيها والطاعة لله عز وجل، هذه تزكية محمودة. أما أن يدعي لها فضلا، والنفس يا إخواني داعية لأكثر مما دعا إليه الشيطان. الشيطان دوره إيه؟ وسوس وسوس بس الإغواء. قال لا أغوينهم أجمعين. غواية العبد بنفسه أشد من غوايته بشيطانه. الشيطان اللي استعاذ الطيره، طب النفس هتوديها فين؟ لو خبثت كانت أنكى بالعبد من الشيطان. لذا قال سلفنا وخالف النفس وبدأ بالنفس، قال وخالف النفس، بل الشيطان لا يدخل لنا من مدخل أخطر من النفس. إذا قال وخالف النفس والشيطان وعصهما وإن محضاك النصح فاتهمي، وإن محضاك النصح النصح فاتهمي، حتى لو أخلص لك في النصيحة لابد من تهمه. وإن محضاك النصح فاتهمي، وإن محضاك النصح فاتهمي، حتى لو أخلص لنا في النصح لابد من تهمه. بل يقول آخر من سلفنا إني بليت بأربع ما سلطت إلا لأجل شقاوتي وعنائي، إبليس والدنيا ونفسي والهوى. كيف الخلاص وكلهم أعدائي؟ منه قوتين في الصدر، النفس والهوى. وعندي الهوى، وضحت؟ الدنيا والشيطان خارج الإنسان، النفس والهوى داخل الإنسان. إني بليت بأربع ما سلطت إلا لأجل شقاوتي وعنائي، إبليس والدنيا ونفسي والهوى. كيف الخلاص وكلهم أعدائي؟ ها؟ وضحت؟ إذن النفس قد يزكيها الإنسان بالباطل، يدعي أنها سامية، أنها تقية، أنها صالحة. إن ركنت النفس لهذا أوقفت قوى القلب عن العمل، لا همة ولا عزيمة ولا إرادة. الغرور هذا مدخله، الكبر هذا مدخله، الحسد هذا مدخله، كثير من أمراض القلب هذا مدخلها. إن الإنسان يرى نفسه شيئا وهو ليس بشيء. ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. إذن جانب التزكية في جانب مذموم، أن نزكيها بالباطل أو نزكيها بنفخها أو نزكيها بالاستسلام لكبريائها وتعاليها وحقدها لغيرها ورفعتها على غيرها واحتقارها لغيرها، كل دي تزكية محرمة. لذا نهانا الله عنها، فقال فلا تزكوا أنفسكم. في هذا الباب هو أعلم بمن اتقى، وأكثر ما يزكي العبد نفسه به تقوى الله. يقول لك أنا رجل تقي، أنا رجل صالح، أنا رجل صالح. وإحنا تحدثنا عن هذا في السورة السابقة لما تكلمنا عن قوله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، آخر سورة القصص. لا نود أن نعيد هذا الكلام. إذن هذه التزكية مذمومة. التزكية المحمودة أن نعينها على الخضوع لربها والوقوف عند حدوده والالتزام بأحكامه، دي التزكية اللي بها النفس تسمو. فلا تضخ على القلب إلا بخيرها، لا تأمر إلا بالمعروف، لا تدعو للباطل. ولذلك يعني كل السلف تكلم في قضية تزكية النفس دي، فابدأ بنفسها بنفسك فانهها عن غيها.
فإذا فعلت فأنت حكيم. إذا استطعت أن تنهى عن غيها ونوازع الباطل عندها وتعيدها لربها ولزومه ولزومها لأمره، يبقى أنت نجحت. وضحت؟ يبقى ما فيش حاجة اسمها تعرض في القرآن. الأمر بالتزكية للتزكية معلومة، والنهي عن التزكية تزكية موهومة ومذمومة. وضح الفارق؟ النفس دي قوة موجودة في الصدر، مش وقت تفريغ تصير النفس مع النفس. هنتكلم في الكلام ده، يعني ده عايزة محاضرة لوحدها. إذن النفس غير القلب والروح، لكنها قوة موجودة في الصدر تؤثر في القلب ب يعني خواطر الخير تارة بالشر تارة، تأمر بالشر تارة وبالخير تارة، وعلى حسب حالها. إن زكت كثر أمرها بالخير، وإن دست كثر أمرها بالشر. دي النفس. والقلب دوره تزكيتها، معاونتها أنها تترك شرها وتظهر خيرها للقلب. دي معادلات يا أخوانا بتحصل داخلنا وإحنا ولا درنا بحاجة. غير النفس ذكر ربنا البال، والبال أيضا قوة موجودة في الصدر. والبال جعل الله فيه سر السعادة والشقاوة، والقدر ده متفق عليه بين البشر، فطرت النفوس عليه. ما في نفس بشرية إلا وفطرت على دفع الشر عن نفسها وجلب السعادة لها. ولا شفت إنسان بيدور على الضر؟ ها؟ مع ملحوظة الآيات اللي قدامنا لما نتكلم فيها هذا الجانب واخده قسط منها. طيب وإذا مس الإنسان ضر، ها؟ خلي بالنا هتلاحظوا حاجة عجيبة جدا. أنا الموضوع حيرني مرة يقول وإذا مس، ومرة يقول وإن مسه. إيه الفرق بين إن وإذا؟ إذا كثر وإن كثر. ولذلك أنا هسيبها لكم دي، عايزكم تجمعوا لي كل الآيات اللي فيها إن وإذا، هتذهل عقولكم للندر. وإذا للكثرة، أول ما ينزل بلاء ولو مرة هتلاقي رد الفعل يختلف تماما عن واحد استمر البلاء معه فترة. وذلك هتلاقي الرد أو الوصف في إذا يختلف عن الوصف في إن. ها؟ وكذلك مش في الشر بس، في الشر وفي الخير. إذا مسه الشر وإذا مسه الخير، إن مسه الشر وإن مسه الخير. والآيات في القرآن تنوعت على هذه الحروف، وتنوعت في ذكر ردود الأفعال بين المؤمن والكافر. هتلاقي ردود الفعل عند المؤمن مع إن مع ندرة الشر أو مع ندرة الخير مختلفة تماما عن حاله إذا كثر الخير أو كثر الشر، وكذلك الكافر. القرآن جاءت آياته في عدة مواضع، وفي كل موضع ذكر حالة. لو جمعتوا الآيات دول حيدكم حالات الإنسان كلها. موضوع بحث ده يتعمل رسالة. وضحت؟ أنا عشان بس ما ناخدش فيه الآن ومنفصل، عايزه درس مستقل لوحده. الفرق بين إن وإذا مع الخير ومع الشر في كل أحوال الإنسان المؤمن والكافر. هتدينا ثمان صور، كل صورة ترى فيها العجب كيف بيّن الله حال الإنسان ردة فعله لما يجي له الأمر المباغت، غير لما إيه تلاقيه بعد منازعة فترة استقر الأمر عليه يتعامل إزاي؟ زي أول مرة؟ أبدا. والقرآن فيه أمثل كثيرة جدا، والسنة كذلك. رب العباد لما ذكر قصة سيدنا إبراهيم مع قومه لما هدم الأصنام، قال من فعل هذه بآلهتنا إنه لمن الظالمين، وجاءوا به قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. ردة الفعل الأولى إيه؟
اقتنعوا ان القائل ابراهيم حق. في البداية اقتنعوا، لذا يقول تعالى فرجعوا الى انفسهم، الى ايه؟ انفسهم، فقالوا انكم انتم الظالمون. يبقى مش الظالم ابراهيم، انتوا الظالم عشان عبدتوا الاصنام اللي تنفع للضر. يبقى لحظة البداية الحال كان قناعة، وبعدين لما مرت الأيام وقعدوا إبليس يوسوس والنفس توسوس رجعوا عن كل هذا الكلام. لذا قال يقول تعالى ثم تفيد عطم على التراخي، يعني بعد مد وبعد هذه القناعة يقول ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. طب وقال غير كده؟ فالحجة التي بها قنعوا بها كفر، نفس الحج. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ردة الفعل ايه؟ سيدنا ابراهيم قال اف لكم ولما تعبدون من الله افلا تعقلون. رد الفعل كان عنيف جدا. قال حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. الرد ده ما كانش في البداية، جه بعد ما الشياطين تلاعبت بهم ودمرت الحجة التي قامت عليهم. فإذا رد الفعل في البداية يقين يختلف عن النهاية تماما. والقرآن يحكي لنا هذا، لما يدخل النبي صلى الله عليه وسلم مقابر فيجد امرأة عملت ولول تصوت، قال يا أمة الله اصبري واحتسبي، قالت إليك عني فلم تصب بمصيبتي. النبي تركها فلما حدثها الصحابة قال هذا رسول الله، قالت والله ما عرفته، وجاءت إلى بيت النبي تبكي. قالت فلما جئت ما وجدت عنده بوابا، رسول الله واحترام الناس ليه ومكانته عند الناس كلها ورأس دولة رئيس الدولة وهو اللي بيدير البلد كلها، لم تجد عنده بواب. فقالت يا رسول الله والله ما عرفتك. فادها الدرس، قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الصبر عند الصدمة الأولى هو ده اللي يفرق بين المؤمن وغير المؤمن، بين الراضي وبين النافر. لكن ممكن بعد ما يصبر شوية، طب إيه الحل؟ إلا بنصبر هنعمل إيه؟ كان أحد علماءنا الله يرحمه رحمة واسعة كان يمر بعض على بعض الأخوة المبتلين في محنة كده في بعثة، فكان يقول لهم يا أخوانا اصبروا وإن لم تصبروا ستصبروا، هو في حل تاني؟ إلا بنصبر بالرضا وناخد الأجر هنصبر رغم أنوفنا ولا أجر، إن لم تصبروا ستصبروا. ففي البداية ردة الفعل هي التي عليها ترفع الدرجة أو تنزل، لكن بعد هذا الكل حيرضى رغم أنفه لأنه لا سبيل له رد الميت. هرجع تاني في حل يعني؟ ها؟ اللي عيط واللي بكى واللي صبر واحتسب الاثنين واحد منهم مملكة رجعوا خلاص، القدر مضى وحكم الله جرى مفيش حل. فاللي صبر بالرضا صبر ونال الرضا، والذي لم يصبر رغم أنفه سيصبر ولا أجر له. وضح الفارق بين البداية والنهاية، بين البداية وبين الكسرة الوقت تفرق كتير جدا. إن عن إذا لاحظوا دي وانتوا بتقرأوا أي آيات تتكلم على البلاء النزل الإنسان في القرآن، إذا ذكر إن الحكم يختلف عن إذا، ورد الفعل مع إن يختلف عن إذا. وذلك هنا قدامنا إيه؟ وإذا مس الإنسان ضر، وإذا مس الناس ضر، لحظة المس، لحظة المس ولا لما طال المس؟ لما طال. لما قال إن قال وإن مسه الشر فيئوس قنوط، يبقى في بداية الشر هتلاقي اليأس كله والقنوط كله، لكن وإذا مس الناس ضر طال المس دعوا ربهم منيبين إليه.
فرقت مفرقتش؟ يبقى رد الفعل مع إن يختلف تماما رد الفعل مع إذا. واضح المعنى ده كده؟ إذن يعني النفس البشرية نفس بشرية، والقرآن بيذكر لنا تفصيلات دقيقة جدا جدا في هذا الباب، لكن ليس هذا وقتها. يعني أنا هنفصل في الموضوع ده نحتاج محاضرة خاصة، لكن حتى لا نخرج عن موضوع كلمة يعني فطرة الله التي فطر الناس عليها وأثرها في الواقع، فقلنا إن في الصدر غير القلب والروح النفس، وألمحنا عليها البال، وده كما قلت موضع السعادة والشقاوة. إيه البال؟ قوة موجودة في الصدر وكلنا يتمناه من غير ما يشعر وبنطلبها وإحنا في غفلة قاتلة. كل أب يدعو لأولاده يا ابني الله يصلح بالك، حد منكم مدعاش لمراته وعياله بيقول الله يصلح بالك؟ كلنا بندعو بيه. إيه صلاح البال اللي بنطلب لأولادنا؟ كلمة تعودنا عليها بنقولها من غير وعي، نرددها بلا وعي، الله يصلح بالك. ولما نخوفه الموضوع أو نحذره أو ننبهه نقوله يا ابني خلي بالك، حد منكم ما قالش لابنه خلي بالك مرات في عمره؟ ها حد ما قالهاش؟ كلنا بنقول يا ابني ضع هذا الأمر في بالك اوعى تنسى. والشباب عكس بعض يقولوا بالي بالك، مش كده يا شباب؟ ها بالي بالك. طب ما هو البال؟ القرآن نص عليه، قال تعالى والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. ويصلح ايه؟ فوصف ان من نعيم الله في الجنة اصلاح البال، عده من النعيم. واحد يقول له طب دي في الجنة، لا الآية فيها قراءتين يا شيخ عبد العزيز، الآية فيها قراءتين مش واحدة، والذين قتلوا في سبيل الله، والقراءة الثانية والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. يبقى الآية مش خاصة بالجنة بس، لا ده خاصة بالأحياء في الدنيا وخاصة بالأموات في الجنة، بل في موضع آخر خاص بالدنيا محض، وفيه يقول تعالى في صدر السورة نفسه. العجيب إن الآيتين جم الاثنين جم في سورة محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في أول آية في السورة بها صدر السورة، بيّن إن الكفار كل همهم في حياتهم إيه؟ عايزين يسعدوا نفسهم، لكن ضلوا الطريق، ظنوا السعادة مش في البال، كل واحد ظنها في جانب، واحد ظنها في المال، بدل ما هي في البال ساب البال وتوجه للمال، يبقى هو في سكة السعادة ولا في سكة تاني خالص؟ واحد ظنها في النساء، ها لما اتجوزتش دي مش هسعد في عمري، واحد ظنها في الجاه والسلطان، واحد ظنها في الأبناء، واحد ظنها في قصرة الأحباب والأتباع والخلان. وقس على هذا، كل من ظن أن سعادته في شيء غير الذي بيّنه الرب في كتابه ضل الطريق. فمن ظن سعادته في المال سيشقيه الله بالمال، ومن ظن سعادته بالنساء أشقاه الله بالنساء، ومن ظن سعادته في الأبناء أشقاه الله في الأبناء، ومن ظن سعادته في كثرة أتباع أشقاه الله بأتباع، ومن ظن سعادته في القوة والسلطان أشقاه الله بالسلطان. يا أخوانا السعادة موضعها البال، والبال في الصدور. كيف نصل إليها بدون وحي من يعلمها ولا نعلمها؟ ألف باء. لذا قال الذين كفروا
وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. كل عمل عملوه ليحققوا السعادة أعطاهم الله نقيضة أشقاهم به. وفي المقابل قال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. طبعا أثرها مش على البال لوحده، على هي مقرها رئيس البال، لكن أثرها على البال وعلى القلب وعلى النفس. ولذا لما سئل الحسن البصري رحمه الله تعالى ما السعادة، قال: طمأنينة القلب وراحة النفس وصلاح البال. وكل القوة دي فين؟ في الصدور. ما سبيلنا إليها وما سلطان عليها؟ لا سبيل ولا سلطان ولا حتى علم بها إلا من خلال الوحي. الذي لا يقيم الوحي كيف ينالها؟ يا إخواننا دي سر من أسرار رب العالمين فينا وغيب بالنسبة لنا، ولولا أن الله بينا وذكر قواعد التعامل معه ما عرفناها ولا وصلنا إليه. لازم نفهم إمكانياتنا إيه، اللي مش فاهم إمكانياته إيه هيعيش حمار وموت حمار. هابر زي ما أنت عايز وتنطط زي ما أنت عايز، النتيجة هتوصل لإيه؟ القوة الثالثة الفطر. طبعا الناس فهم الفطرة فهم محدود جدا 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 من حديث ثبت كثيرا ما نسمعه، كثيرا ما يعني يتحدث به الخطباء عن النابر، قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح: كل مولود يولد على الفطرة وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو مجلسانه. طبعا كلنا صرفنا الفطرة على توحيد الله ومعرفته، ده عمل من أجل أعمال الفطرة، لكن ليس عمل الفطرة محصور فيه، ده عمل من أعمال الفطرة. الفطرة يا أخواننا دي قوة أوجدها الله في صدورنا تقوم على حراسة الجسم كله بكل ما فيه من قوة. أي ضرر يلحق بالجسم الفطرة تدفعه للعلاج، دفع. حصل نقص في المي، الفطرة تشعرك بالحاجة المسة المي، تقول عطشان حموت اديله مي. حصل نقص في السكر، الفطرة تشعرك بالحاجة المسة وتحدد عايز سكر، أي حاجة سكرية، حلويات، بنبوني ملبسها. وضحت؟ لو لم تقع هذه الحاجة كيف يعرف الإنسان داء؟ لو لم تتحرك الفطرة لهلكنا مع أي نقص. حماية ربانية عجيبة، ورب يشير إليها في قوله تعالى: قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. من اللي يكلأكم غيره؟ من الذي يكلأكم غيره؟ وفي الآية أخرى يقول: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. الفطرة من الحفظة والملائكة من الحفظة موجودة فينا. النقص في الملح، عايز أي حاجة حرش بيحصل ما حصلش. من الذي يحدد نوع المادة اللي محتاجها الجسم؟ مش العضو اللي ناقصه، الفطرة تدفعك دفع. طبعا الكلام ده معانا احنا كرجال عشان يعني ما شاء الله بنعلف اليوم كله شغالين، فهتلاقيها قليلة جدا، لكن الكلام ده هتجده عالي جدا جدا مع النساء، وخاصة في فترة الحمل الأولى. الفقهاء سموها بأشهر التوحم. الثلاث شهور الأولى سموها بأشهر إيه؟ يعني التوحم. الفطرة تبقى شغالة فيها من نار للنهار في كل ثانية. إزاي تحافظ على الأم وعلى الجنين؟
مخلوق بيتكون داخل المرأة، إنسان له كل حاجات الإنسان، محتاج لجسمه كالسيوم بوتاسيوم حديد، كل حاجات الإنسان محتاجها، هيأخذها فين؟ رب العباد جعل فطرة الأم تقدم وليدها على نفسها، شيء عجيب، سبحان من ركبه فينا. فما الذي يحتاجه الطفل؟ الفطرة توجه الجسم كله إليه، محتاج كالسيوم، تصدر الأوامر من الفطرة لكل الكالسيوم اللي داخل في الأكل يتحول على الطفل، ما وفاش حاجته، تصدر الأوامر للدماء بنزع الكالسيوم من عظام الأم وأسنانها وتحويلها على الطفل، تصرخ آية درسي آية عض، لا مش تصرخ بس، ده تطلب يا جوزي حبيبي عايز حليب، عايز حليب، طب ليه حليب؟ حليب مش حاجة تانية؟ حليب، طب ما فيش حليب؟ طب يبقى زبادي، طب ما فيش زبادي؟ يبقى جبنة، كلها فيها كالسيوم، هتلاحظ هذا بس يعني كثير جدا مع النساء، النقص في الحديد، سوكو حبيبي عايز كبدة، ما فيش كبدة، سبانخ، طب ايه علاقة الكبدة بالسبانخ؟ من الذي وجه للمادة اللي فيها النقص اللي عندها نقص بوتاسيوم؟ تقول لك عايزة موز، ما فيش موز، بطاطس، بطاطا، عارفين البطاطا؟ عشان فيها بوتاسيوم. من الذي وجه الأم؟ مش فقط عرفها النقص، لا ده عرفها النقص وكيف يعالج وفين الدواء، حددت. لذا قالوا أشهر التوحم، التوحم طلبات مستمرة لدرجة يعني الله يرحمه أحد علماءنا، علماء أمراض النساء أنا التقيت به الله يرحمه رحمة واسعة في السبعينات، دكتور حلمي الله كان أستاذ رئيس قسم أمراض النساء في جامعة عين شمس، كنت بسأله في قضية دي، قال لي كلمة عجيبة، قال لي يا فضل الشيخ كل أعراض الأمراض يمكن أن تظهر على المرأة في أشهر الحمل الأولى، أعراض نقص البوتاسيوم، أعراض نقص الكالسيوم، أعراض نقص الحديد، أعراض نقص، أعراض نقص، فكل أعراض الأمراض تظهر عليها، تشكي من دي ومن دي ومن دي ومن دي، قال وليس فيها مرض إلا الحمل، أول ما تولد كل ده راح، والطبيب اللي يظن ان النقص ده عايز دواء ويديها دواء عايز يعالج نقص الكالسيوم هيلاقي نفسه راح في دوامه مش هتنتهي، التشكيل النهارده بحاجه هيديها يعالج حاجه هيلاقي 100 شكوى وكلها تختلط ببعضها، اللي مش فاهم القصه دي لا يعرف كيف يعالج. العلاج اعمال الفطره، وصي جوزها اللي تقول لك عليه تنفذه، ساعتها تبقى مطيع. طبعا كثير من الرجال للأسف الشديد أول ما يلاقي التوحم ده يقلب 180 درجة، أنت يا ولي إيه حكايتك؟ طالباتك كتير ليه؟ ولا عشان حملت يعني ظنيت أنك أنت خلاص ملكتيني بولي العهد اللي هتجيبيه ده؟ بل كثير من الشباب بجهالة يطلق امرأته في هذه المرحلة، واضح؟ بالجهل، هذه فطرة، الفطرة الحامية دي خلق خلقه الله فينا، كيف نتعامل معها؟ جزء كبير من الفطرة حاجة الإنسان لقوة ربه، ما فيش أقوى من القوي العزيز، إذا أعيتني أي قوة في مين قدام غيره؟ وذلك حتى أكفر خلق الله إذا وضع في ضائقة الفطرة تدفعه لله رغم أنف اللي خلفوه ورغم إلحاده. وجاية في الآيات ها لما يحدثنا عن البحر هو الذي يسيركم في
البر والبحر، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها وجاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم، هيموتوا خلاص. يستغيث بمن؟ ما فيش بابا، ما فيش ماما، ما فيش تيتا، ما فيش أخويا، ما فيش فصلتي، كتبتي، دولتي، حكومتي، جيشي، هات أعتى عتاة الأرض تحط في موقف ده. أكفر خلق الله هيعمل إيه؟ هيقول يا رب. الفطرة هتدفع رغم أنفه للتذلل لله، لذا يقول تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، مش هتلاقوا حد أبدا تدعوه. وضحت؟ يقول ومع ذلك يقول فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. إجرام. الفطرة تحمله حملا على البحث عن قوة ربه، شاء أم أبى، حتى لو قال حد وأنكر وجود الفطرة جوه مخلوقة ومركبة فيه، عودها فين؟ ولعل هذا ما أشرت إلى الآية، فطرة الله التي فطر الناس عليها. بدأ بإيه؟ قال فأقم وجهك للدين حنيفا. الإنسان اللي فطرته سوية يعلم أنه عاجز، وجد في ملك يجهله، ووجد فيه بلا علم، وسيرحل عنه قبل أن يجمع ما فيه من أسرار. حياته يعمل فيها إيه؟ ملوش حل إلا إن اللي خلق وخلق الخلق يديله كتاب. دي فطرة. الفطرة السوية تحمله على هذا حملا، حملا. لذا يقول فأقم وجهك للدين حنيفا، أقم وجهك لحكم الله، وجه نفسك لله، تطلب منه البيان لكل فعل أنت مقدم عليه في عالم تجهل أسراره، لأنه لا يعلم أسراره غيره. قال تعالى عن كتاب الذي أنزله وضع فيه منهجه، قال قل أنزله الذي يعلم في السر في السماوات والأرض. إذا كنتم بتدوروا عليه وفطرتكم دافعة إليه أهو قدامكم، من يعلم السر غيره؟ في حد يشاركه في هذا الباب؟ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. إذا ندرك فأقم وجهك للدين حنيفة، قال فطرة الله التي فطر الناس عليه، لا تبديل خلق الله. كنت في بطن أمك يا باشا، مين اللي كان بير حياتك؟ مين اللي كان بيجيب لك أكلك وشربك؟ اللي قيد الفطرة هو اللي خلقك، هو اللي دبر لك كل الكلام ده كله. في بطن أمك تتحكم فيك أمك؟ ده أنت عمال تلعب جوه هي ولا دريان؟ ها؟ يتحكم فيك أبوك؟ أبوك حملك خفة ووضعك شهوة وخلص دوره. طب أمك حملتك كرها ووضعتك كرها، لا اختيار لها، لا اختيار لها. من الذي اختار لك حياتك؟ من الذي صورك في بطن أمك؟ ها؟ حد غيره؟ فإذا عشنا هذا في بطون أمهاتنا نخرج بطون أمهاتنا محملين بأن احنا ندين لأحد غير الله؟ دي فطرة. ولذلك الإنسان لو ترك بفطرته خلاص انتهت القصة. الأعراب البسيط اللي في الجاهلية، في الجاهلية قبل الإسلام، لما أمن بالله بيسألوه كيف عرفت ربك؟ قال البعرة تدل على البعير، في بعرة يبقى أكيد بعير بعرة، ورجعت لوحدها ها؟ البعرة تدل في غير مرهن وعملها، والأثر يدل على المسير، وسماوات ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا يدل كل ذلك على اللطيف الخبير؟ فطر، فطر مش محتاج بحث.
بل يحضرني قصة طريفة. الإمام الزمخشري من أئمة المعتزلة وكان في علم الكلام أسطورة وفي اللغة العربية بحر، وكان عمال نقش الملاحدة والزنادقة خليل النهار. فخرج مرة من مسجد ومعه إيه موكب ضخم آلاف ناس خارجين معه، فامرأة من عام المسلمين بتقول ما هذا؟ قالوا هذا موكب الإمام الزمخشري الذي أقام ألف دليل ودليل على وجود الله. شوف صاحبة الفطر السليم، قالت وهل غاب الله عنه لحظة حتى يحتاج منه لدليل؟ الدليل استدلت به بالألف دليل. هل غاب الله عنه لحظة حتى يحتاج لدليل؟ انت في سرك وعلنك من اللي برغب غيره؟ وذلك النفس البشرية لو غاب هذا عن فطرتها تبقى من أخبث الأنفس، قاعد لوحده لا يفكر إلا في الشر. لكن لو الفطرة سليمة كل ما قعد لوحده لو أخطأ يراجع نفسه ويتوب. فطرة فطر الله العباد عليه، لا تبديل لخلق الله، الخلق ده مش يتغير. لذا عقب فقال منيبين إليه واتقوه، اللي سلمت فطرته كان رجاعا لربه، منيب رجاع، أواه أواب بكاء مستكين لربه. كل دي معاني المنيبين إليه، منيبين إليه. طب أنا نسيب ربنا روح لمين؟ ولو استغنى عنا روح فين؟ ها؟ نقدر نعيش لو استغنى عنا لحظة؟ خلي بالك ده انت حياتك كلها في ايديه، روحك في ايده، بلاش كل التفصيلات، روحك سر حياتك في ايده. كل ليلة بتوفى وبرجعها لك تاني، لو حبسها مين جابها منه؟ الرب قال هذا، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وقال تعالى في موضع آخر وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، لغاية ما ينتهي الأجل هيديها لكم شوية شوية رايحة جاية. وذلك تلاقي الإنسان يبقى في منتهى الإعياء وتعبان وزهقان وفكريا ونفسيا وخلاص مخه اتأكسد بلغة الشباب. ها؟ وتعجب هو جالس لا عامل كذا سنة سلب الله فيها روحه، تاخد قد ايه؟ خمس دقائق وترجع تاني، تلاقيه بقى في منتهى النشاط. التعب اللي كان عنده راح فين؟ لذا يقول تعالى وجعلنا نومكم سباتة. يعني سباتة تجديد للحمل ألف، لا كل ما أنت فيه من هم وغم وعياء نوم لحظات وعودة الروح مرة أخرى، صعودها لله ورجوعها تطهير لها من كل أدرانها وما أشقاها. شيء عجيب عجيب والناس عنه في غفلة. وذلك شوف من اتلاع الصحابة في غزوة بدر وفي أحد الاثنين حصل الموقف ده مرتين. في بدر في بداية المعركة الصحابة رايحين في منتهى الخوف، في منتهى الخوف. ليه؟ عدد الصحابة كام؟ 314. جيش المشركين كام؟ 1,000 إلا 50 950. الصحابة فيهم 2 فرسان، المشركين 200 فارس، الفرس الواحد بمئة راجل، يعني 200 لوحدهم ب20,000. التوازن العسكري مفيش. فالصحابة في البداية كانوا عشمانين في العير، ما كانوش يفكروا في الزفير ولا يطلبوه لآخر نفس. ولذا يقول تعالى
وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، للعير النفير، قال وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. أنتم مش عايزين تاني أبدا، المواجهة والنفير ما بتفكروش فيها خالص. ده مين؟ ده دول صفة الصحابة وأهل بدر اللي كلهم بعد ذلك بشروا بالجنة، دول خلاصة المؤمنين في الجيل الأول. وضحت؟ بعد ذلك ربنا يقول وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. الكلام ده إمتى؟ لما خيروا بالعير النفير، ورسول في الطريق خيرهم قال لهم ربنا يبعدكم واحدة من اثنين، يا العير يا النفير. لما وصلوا بدر تعانت النفير، أول ما تعانت النفير كان حالهم إيه؟ يقول كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. شيء يعني سبحان الخلاق العليم. اللي يساقون إلى الموت وهم ينظرون دول قراتهم تبقى رشيدة؟ طب ربنا عايز يصفيهم، ينقيهم، يطلع كل ما فيهم من خوف ومن هم ومن غم. هذه الصورة لحظة اللقاء. وطبعا مع العيا الشديد والهم والضيق النفسي ده، بعدين ملحوظة، المهموم مش هينام، المهموم مش هينام، والهم أخطر على الإنسان من حمل الجبل. سيدنا علي بن طالب دخل يوما على جماعة الصحابة فوجدهم يتناقشون ما هو أشد شيء خلقه الله، يقول أنس فمن قائل إنها الجبال وقائل إنها الرياح إنها السحب. قال فلما دخل علي سألناه فلخص ما قلناه كأنه كان معنا، قال أول ما خلق الله الأرض كانت مضطربة لا تستقر على حال وليس لها قرار، ما هيش استقرار، فرساها بالجبال فكانت أشد منه، وخلق أشد من الجبال الحديد لأن أنزلنا من خارج الأرض وأنزلنا الحديد في بئس شديد، وخلق أشد من الحديد النار تصهر الحديد، وأشد من النار الماء يطفئ النار، وأشد من الماء السحاب تحمل الماء، وأشد من السحاب الرياح تحمل السحب، وأشد من الرياح ابن آدم يحبسها بين جنباته، وأشد من ابن آدم النوم لما يدخل عليه تلاقيه عمال يهابر ويكفر ويتنطط يجي له النوم يتهد. وصلت؟ قال وأشد من النوم الهم، إذا جاء له الهم مش عارف ينام. فأشد شيء خلقه الله الهم، الهم مرض قلب. وذلك بعد في أحد قال إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، لا ده في بدر استغفر الله، ثم أنزل عليكم من بعد الغم، الغم اللي أصاب الصحابة بعد الخبطة اللي جات لهم في الجولة الثانية، قال ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة النعاس، فصل المعركة وجمعوا الصحابة مع النبي بعد الهزيمة في الجولة الثانية وهم جالسين تحت الجبل، اللحظة دي مع الجراحات ومع الألام ومع الهم اللي أصابهم بسبب اللي قتلوا واللي جرحوا، يقول ثم أنزل عليكم بعد الغم من بعد الغم أمنة نعاشا للكل ألا أليغشى طائفة منكم، مش الكل، طب مين لما نمشي؟ قال وطائفة أهمتهم أنفسهم، اللي نفسه فيها قلق وهم إنه ما جاش ناحيته، وطائفة أهمت أنفسهم يظنون بالله ظن الجاهلية يقولون هل لنا من أمر شيء، فكل اللي أساء الظن بالله مع الإعياء الشديد ما استطاع أن ينام، واللي عنده يقين بالله نام، اللي نام فاق وأنزل فول. ده في أحد. في بدر بقى كان مشهد مختلف، كأنما سيكون أنهم ينظرون، فلما تراءى الجمعان الصحابة مع شدة الإعياء حصل طرفة أثناء الطريق رسولنا،
غفى فرأى رؤيا، رؤيا الأنبياء حق. إيه الرؤيا؟ رأى الكافرين قلة فحكى لهم الرؤيا. الصحابة استبشروا، رؤيا الأنبياء وحي. وفي هذا يقول تعالى وإذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر، كنت هتختلف ما شخصوش معركة أصلا. رؤي كيف غير الله بها مسار المعركة كلها. وإذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم. سلم بإيه؟ برؤية. طيب الصحابة سمعوا الرؤية وإيمان عالي جدا ويوقن أن رؤية الأنبياء وحي. لكن ممكن لو الإنسان شاف المحسوس خلاف المسموع ممكن يرتاب. وكان بقالهم كم يوم في الطريق؟ 4 أيام ما ناموش. فرب العباد اللي يقولون دغدشة وإذا برب العباد يريهم رؤية عانية. أول ما هم عينوا المشركين رأوهم قلة، رأي العين. وفي هذا يقول تعالى وإذ يريكموهم كلكم إذ التقيتم، إذ يسموه الفجائية لحظة أول نظرة عند اللقاء. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم. يبقى حصل رؤية للفريقين، المؤمنون رأوا الكفار قل والكفار رأوا أنهم قل، نفس الرؤية. وضحت؟ وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليه؟ قل ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وإلى الله ترجع الأمور. إيه اللي حصل؟ المؤمنون لما رأوا الكفار قلة الله، يبقى الرؤية رؤية الأنبياء واللي احنا شايفينه ما خايفين ليه؟ كل ده رؤية النبي أذهب الجزء من الخوف، ورؤية الصحابة العينية أذهب الجزء من الخوف، لكن لسه في بقايا. طبعا الكفار العكس، هم جايين وخايفين من الصحابة، فلما شافوهم قلة مين زعيمهم؟ أبو جهل. أول ما شافوا المقلة قال يلا فين القينات؟ يلا اضربوا على رؤوسنا بالدفاف، ولع النار يا جدع، سخن اللحمة يا جدع، عشوة حلوة ورأس وأغاني لغاية الفجر. الجيش اللي بيت الليل كله يرقص ويغني ده هيقاتل الصبح؟ أبو جهل قدام فيه في 60,000 ده كان السبب ايه؟ رؤية عينية. خلي بالك طبعا لما دخل الليل الفريقين التقوا ودخل الليل، دخل الليل كل فريق متحفز خايف التاني بغته. وإذا برب العباد يمن على المؤمنين ممنة عجبة جدا، نزل عليهم النعاس في اللحظة دي. فنام كل الصحابة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الصحابة كصحابة نام كلهم، مش ناموا بس، ده ناموا واحتلموا كمان، احتلموا كلهم. وهنقول ليه احتلموا؟ كلهم ناموا كلهم احتلموا. كل واحد طبعا أول ما احتلم والحاجات نزلت ف يد الفضيحة ليه؟ لا يا اخوانا اللي ما يعرفش الجو اللي هم عاشوا فيه ما يعرفش عين الفضيحة. القرآن في هذا التوقيت كان بينزل أي حادثة تقع ينزل فيها وحي، أي حادثة تحصل بأي فرد ينزل فيها وحي، لدرجة الصحابة كانوا مرعبين موت والمنافقين معروف أكثر منهم رغم نفاقهم وكفرهم بالله اللي أبطلوه، كان الكل مرعوب. والقرآن نص على هذا. ليه الصحابة خايفين؟ يقول عبد الله بن عمر كنا في التوقيت ده كنا
يعني كل الصحابة لا نباسط نساءنا. يعني لا نباسط نساءنا يعني في بيتنا حد بهزر على النساء حللنا، خايفين نزود العيار في الهزار ينزل فينا وحي يتلى، فبيلعب مرته في البيت واللعب يوصل لحد فين؟ خايف يزود العيار سنة ينزل فيه نص. يقول كنا لا نباسط نساءنا والوحي ينزل خشية أن ينزل فينا قرآنا يتلى. هتبقى فضايح مش ليه هو لوحده، ده ليه هو لعيلته والقبيلته واللي جابوه واللي خلفوه والذريته إلى يوم الدين. واضح المعنى؟ فالخوف ده مش من فضيحة ما واحد يقول لك كلمة وتتنسي، لا ده قرآن هيتلى إلى قيام الساعة وربنا حافظه. وضحت؟ المنافقين نفسهم كانوا يقعدوا يتسرعوا مع بعض، كل واحد يقول تاني كلمة ولا بس محمد هيجي الوحي بهذا الوقت. حتى قال تعالى فيهم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، هنطلعه برضه. فتخيل لما تيجي تبص بالشكل ده كل الصحابة مرعوبين، فكل صحابة قايم من النوم في حالة لا يعلمها إلا الله. طب يروح فين؟ قال ماليش ربنا، يا رب يا رب أنا عبدك المسكين غلبان استرني ما تفضحنيش ولا تفضح عيلتي ولا تفتح اولادي، يا رب يا رب يا رب. وكل صحابي عمال يستميت في الدعاء بينه وبين ربنا ولا يعلم ان غيره يفعل مثل ما يفعل. طبعا في كل واحد فاكر ان لعبنا الهباب دي ما حدش عملها غيره وقت حرب وهو على صخر، ازاي ينام اصلا ويحتلم كمان؟ تبقى فضيحه. بعدين لو استشهد هيجي يوم القيامه وهيلقى الله وجنب، كارثه كبيره جدا. فكل صحابي قام من النوم في رعب لا يعلمه الا الله وفي ضراعه واستمتاع، يا رب يا رب يا رب يا رب ان سترتني النهارده هوريك اعمل فيه اولادي. فين الهم؟ خوف، كل ده راح. بس لا، ده الهمه وصلت عند كل صحابي القمه. اللحظه دي اللي الكل يعني تهيأ، واذا برب العباد ينزل المطر على الصحابه، كل واحد فور طق 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 اغتسل. الغسل بعد النوم يفوق اللي ما بفوقش، نشاط عجيب. بس لا، ده اللي اشد من هذا، كل صحابه اعتقد ان المطر نزل استجابه لدعائه هو وانها ايه من الله له وبرهان على انه قبل توبته ولن يفضح. طب يا رب انت اكرمتني ونزلت لي الميه واغتسلت مش هتفضحني، هوريك هعمل ايه في ال 67 دول. اي هم بقي عندهم او غم او لا هم لا غم لا حزن لا خوف، بل الهمه علت قواها والعزم ارتفع جدا والاراده ارتفعت جدا جدا، وصلوا تهيئوا لاعلى مراحل التهيئه بالنوم والاحتلام وحبه المطر. ولذلك كان كل واحد فين بيقاتل مش قتال فرد، قتال امه، قتال امه خلصت. التهيئه دي من الذي هيئها؟ ما تقوليش بقى اسباب ولا قوه ولا سلاح، لا، والقرآن حكاها عشان يعلمنا كيف يدير الله المعركة بالقلوب وما في الصدور. الله أكبر، إزاي حرك النفوس، إزاي حرك العواطف، إزاي حرك الفطر، شيء عجيب 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 عجيب، وحي يتلى. وضحت؟ وبعدين راح نزل الآيات، قال إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، كلكم هو اللي غشاكم، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، بس يبقى النومة كانت أمنة منه، النومة نفسها كانت نعمة من الله وكانت أحد أسباب النصر، بل سبب رئيس. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، بس ألا وينزل عليكم من السماء ماء، ليه؟ قال ليطهركم به، يبقى طهركم الجناب وفواءكم من النوم وفواءكم من الكسل ومن اعياء اربعة ايام ما فيش نوم فيها، كل ده راح راح انتهى اثره. ها، وينزل عليكم السماء ماء ليطهركم به، بس الا ويذهب عنكم رجس الشيطان. ايه رجس الشيطان ده؟ ايه علاقته بالقصه؟ لا،
ده معنى خطير جدا. الإنسان يا أخوانا فطر، ودي من الفطرة، لو شعر بدنو الأجل حاجته للإنجاب تزداد جدا، عايز يعاقب أما يموت. فلو شعر في أي لحظة بالخطر يتمنى لو مرته معاه عشان يمكن يجمعها مرة تحمل بحتى ولو مات هو يبقى ليه عاقب بعد منه. فحاجة الرجل إذا دنا منه الأجل للنساء تزيد، وده بيزود إفرازات الحيوانات المنية عنده جدا. طب ده هم في حرب وفي بدر جبل وما فيش نسوان، إيه اللي يحرك الشهوة؟ الخوف من الموت. طبعا الكلام ده هتلمسوه كثير جدا حتى فينا نحن كلنا. ها رب العباد يقول الله الذي خلق الإنسان من إيه؟ من ضعف، هتجينا في آخر السور، ثم جعل من بعد ضعف ثم جعل من بعد قوة. إمتى يبدأ الضعف والشيبة؟ بعد الأربعين. حاجة الرجل بعد الأربعين تزداد جدا عن حاجته في شبابه، ولذلك أعلى نسبة تعدد بتحصل في العالم الإسلامي بعد سن الأربعين. ليه؟ إحساسه أنه بدأ يدخل في دور الضعف، عايز يسيب عقب قبل ما يروح ويودع ويفقد الشهوة، فتلاقيه عايز يعيش قصة حب من جديد، وعايز كتكوت 15 سنة. 18 بس ما وعايز ايش قصه حب. وضحت الكلام ده يا اخواننا بيزداد جدا عند الرجال في هذه المرحله، والذي لا يفطن لها هيقع في الفخ. ولقى نفسه اتورط وجاب له واحده كتكوته قد بنته مع مراته وهتجننه وتجنن اللي خلفوه. بعدها مش قادر على واحده يجيب لها. واحد مره راجل كبير عاقل كده حكيم بقول له يا عم الشيخ يعني انت يرضيك تقعد بواحده بس عمرك كله؟ قال لي يا ابني في مثل قالوه، قال له عجل خرب مدريه، قال له هاتوا له وليف، لما هو لوحده خرب مدريه عايز حد يساعده. الله يرحمك يا شيخ كشك رحمه الواسع. معنا اخ شاب كان زي الشيخ عبد العزيز كده، بعدين يقول يا مولانا، قال له قال لي نفسي اتجوز اربع مرات. قال لي يا ابني جربت بواحده؟ قال لي لا يا مولانا. قال لي جرب بواحده بس يا ابني، ساعتها هتصوت وتقول يا رب ما فيش نص على قدي. ها مش كده يا ابو شريف؟ هذه الحاجه مدخل من مدخل الشيطان خطير للإنسان عند إحساسه بدنو الأجل، ودي كان ممكن وحدها تفت في عضدهم عند القتال، فرب العباد أراد أن يصرفها. فلما ناموا وكل الإفرازات الموجودة راحت، ما عادش هناك شواغل عن الله تشغلهم ولا عن القتال تصرفه. لذا يأتي النص إذ يغشيكم النعاس أمنة منه ونزل لكم من السماء ماء به ليطهركم به، واحد، ويذهب عنكم رجس الشيطان، اثنين، وليربط به على قلوبكم. لما كل واحد فيكم اعتقد أن المطر نزل لوحده واستجاب لدعوته همته بقت فين؟ الكلام ده ربط، شوف العبارة، قال وليربط به على، يعني ربط، يعني جعل القلب يتحرك بكل قوة ولا عائق. شيء عجيب، وليربط به على قلوبكم. بس الله ورابعة حسنة، قال ويثبت به الأقدام. لما نزل المطر الأرض الرملية لدنت، فبدل ما رجلهم بتغوص ثبتت. يبقى كان سبب النصر في بدر ايه؟ هما دول النعاس والمطر. ترتيب رب العجيب. إذا ندرك هذا المعنى، من اللي نام؟ فالنعاس نعمة والثبات نعمة، سلبت الروح خلصت، تذهب لربها وتعود في حال تاني وفي شأن ثاني آخر مختلف. إذا ندرك هذه فطرة فطر الله العباد عليها، ولذلك يعلم نبي هذه الحجة، يقول قل إن كنتم في ريب من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم.
اللي بيسلب روحكم الليل والنهار ده ها هو اللي توفاكم. اعبده ولا فكر في غيره؟ ولكن اعبد الله الذي توفاكم. واضح المعنى الدقيق ده؟ اذا قضية التوفي دي قضية خطيرة وفطرة موجودة فينا. من يملك الروح ويملك النفس ويقويها؟ غيره. فاذا كان يملك روحك ويملك نفسك فطرتك تدعوك لغيره؟ لا تقبل الذل الا له ولا الخضوع الا له. فذلها له يرضيها ويسعدها، وخضوعها له يرضيها ويسعدها، ذلها لغيره عذاب. عذاب. واضح الفارق؟ ولذلك الفرار اليه لطف ورحمة، والفرار لغيره نكال وعذاب. لذا يقول ففروا مش من الله الى الله. ها امرنا بالفرار من الكل الى من يملك الكل. واضح المعنى الدقيق ده؟ دي جزء من عمل الفطر، فطرة الله التي فطر الناس عليها، وده ايه؟ منيبين اليه واتقوه، رجاعة، عوادة له. هو ده، ماليش غيره، ما فكرش في غيره، لا استعين بغيره، لا قوي يعصمني غيره، لا عاصم غيره، لا منقذ غيره، لا منجي غيره، لا صارف للسوء غيره. خلاص خلصت. كيف انيب لغيره؟ ولذا قال منيبين اليه واتقوه. ومع الإنابة مراقبة شديدة حتى لا يختل ميزان الفطرة ولا ميزان الإنابة. منيبين إليه واتقوه بس، وأقيموا الصلاة. مش صلوا، أقيموا، يعني صلاة صلاة بخشوع بخشية بحضور قلب، باستماتة في الدعاء، باستماتة في الاستغفار، برقة قلب وخشية مع كل تسبيحة، مع كل تهليلة، مع كل آية. وأقيموا الصلاة. قال ولا تكونوا من المشركين، ما تفكرش تطلب حاجة من غيره ولا تلتفت لغيره ولا توحد غيره. وحد يا مسلم، وقتكم خلص وعدى كمان، وإحنا لسه في آية واحدة. وصلت؟ أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما فعل. خلي بالنا احنا ما تكلمناش لسه على اثنين، على العاطفة والهوى، لكن لعل الله أن ييسر لقاء آخر. وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا لاستماعكم، والسلام عليكم.